قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من الأعمال؟ قال: ما أعلم شيئا يتقرب به المتقربون إلى الله أفضل من قيام العبد في جوف الليل إلى الصلاة. ونختم بهذا الأثر: أيها الناس، اعلموا علم اليقين أننا سنمر على الصراط المستقيم جميعا، سنمر على الصراط جميعا، فالذي ينجينا من الصراط هو قيام الليل، قيام العبد في جوف الليل إلى الصلاة، نور له يسعى بين يديه يوم القيامة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لو صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. الآن أنت تصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام وتذهب لتنام، والليل بتاعك راه مكتوب عند ربي سبحانه وتعالى، وليلك مكتوب عند الله. إن الرجل لو صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أردنا أن نقوله وأن نذكر به، أن نذكر به نفسي وإخواني، لعل الله يهدينا إلى طريق الحق ويحبب إلينا قيام الليل كما حببه لسلفنا الصالح وللصحابة وللتابعين ولأصحاب القرون الأولى المفضلة. واعلموا أيها الناس، وأعود وأذكر بالحديث الذي وقفنا عنده هذه الليلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقيام الليل قربة إلى الله، منهاة عن الإثم، تكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. هذا قيام الليل يداوي حتى الأمراض الجسدية، يداوي الأمراض الجسدية. كن على يقين، إن كنت مريضا وكان لك مرض في جسدك فعليك بقيام الليل، وحافظ على قيام الليل ستشفى بإذن الله جل وعلا بلا شك. هذا ما أردت أن أقوله، فقط أريد أن أذكر بأمر بالنسبة لإخواننا لما نكون نصلي في التراويح. الإخوان اللي راهم يتبعوا في البوطار، الإخوان الطالب اللي زعجتهم لأن الضوء بتاع البوطار راح يأثر في العكاسة ونحن نقص الضوء، ولكن انت مشعل البوطار قدامك وتتبع بالبوطار راك تضر اللي راه معاك، يولي البصر نتاعو يعني الضوء نتاع النقاله نتاعك يولي يسرق البصر نتاعك. وبالتالي رجاء يعني ما نزعجوش اخواننا، كلنا يناجي ربه، فنكون لا نحول بين عباد الله وبين الله عز وجل. رجاء هذه نقطة. نقطة ثانية فقط للإخوان، أثناء لما نكون نصلي التراويح بعض الإخوان في الأخير، وهذا مكلفين بحراسة المسجد، هم من نقلوا هذا الانشغال، يعني يجي في الأخير ويبدأ يتكلم: يا أخي ما قدرتش أنت تصلي على الأقرص، وإذا قرأ أبسط شيء، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصحوا، لكن في الأخير يتكلم تأذي المناجين الذين يناجون ربهم، وتأذي الذين يسمعون القرآن الكريم. فرجاء ثم رجاء، ما تشقال العيد والأخر، رجاء روح البر وشيء، يعني لا تحول بين عباد الله وبين الله عز وجل، فلا تتكلم رجاء رجاء رجاء. والله حتى الإخوان اللي مكلفين بنظام المسجد ما لقيناه وش يقولون، قلنا لهم إذا هداكم ربي، حتى قالوا رانا حشمنا منكم ما لقوش وش يقولون. والمسجد موش تاع كلام، المسجد تاع مناجاة، تاع عبادة، تاع دعاء. يا حب شيخ انت وصاحبك تجد فيه اليوم، روح لبرا خويا وروح تشيخ، ولا اطلع هاي انا جاربكم وشيخ على روح. لأن لما يكون يتلى القرآن يجب عليك الإنصات، هذا واجب. وهذا رب سبحانه وتعالى قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنصت إلى القرآن الكريم ولا تتكلم. وطيب ماكش قادر تصلي وحاب تقعد في المسجد، اقعد ما تكلم.
وسبحنا وبارك الله فيكم، ربي يغفر قلوبنا ويستر عيوبنا ويفرج قلوبنا ويطيبنا للقاء الله جل وعلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.